بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا ولاد هنشرح مع بعض العامل المشترك لعددين أو أكتر، اللي هو والعامل المشترك الأكبر اللي احنا بنرمز ليه بعين ميم ألف. عين يعني عامل، ميم مشترك، ألف أكبر. يعني إيه العوامل المشتركة؟ العوامل بتاعة العدد اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، اللي هي مثلا أنا عايزة أجيب عوامل العدد 12. يعني إيه في إيه بيديني العدد 12؟ أنا عندي 12 في 1، 6 في 2، 4 في 3، يبقى أنا عندي ال 12 وال 6 وال 2 وال 4 وال 3 وال 1، دي تعتبر عوامل العدد 12. طب أنا عايز أجيب عوامل العدد 18، ما هو العوامل المشتركة يعني لازم يبقى ما بين أرقام رقمين أو أكتر، فأنا هجيب عوامل ال 12 وال 18. جبت ال 12، طب عوامل العدد 18 إيه في إيه؟ إديني 18. 9 في 2، 6 في 3، 18 في 1، يبقى عوامل العدد 18 الواحد والاثنين والتلاتة والستة والتسعة والتمنتاشر. بس أنا عندي هنا كلمة العامل المشترك، أنا عايزة بقى أجيب المشترك ما بين الاتناشر والتمنتاشر، يعني أعداد موجودة في التمنتاشر ومشتركة معاها في التمنتاشر، إيه هي؟ الواحد والاثنين والتلاتة والستة، دول بقى اللي بيسموا عامل مشترك لعددين، هي دي المشتركة ما بين العددين. خلاص؟ طيب أكبر هذه الأعداد هو ده اللي بنرمز له بعين ميم ألف، العامل المشترك الأكبر. إيه أكبر الأعداد اللي موجودة بين الواحد والاتنين والتلاتة والستة؟ أيوة الستة هي العدد الأكبر، يبقى باخد الستة وبقول ان اكبر هذه العوامل المشتركة هو الستة، وبنقول ان عين ميم الف العامل المشترك الاكبر هو الستة. يبقى عرفنا ازاي بنطلع العامل المشترك الاكبر، بناخد المشترك بين العددين، بنشوف العدد الاكبر في العوامل وبيعتبر ده العامل المشترك الاكبر. طب ناخد رقمين تاني، عندي عايز العامل المشترك الأكبر لل 12 وال 18، يبقى هجيب عوامل العدد 12، عوامل العدد 24. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده، ال 12 احنا قلنا ال 12 في 1، 6 في 2، 4 في 3، يبقى عوامله أيوه 1 و 2 و 3 و 6 و 4 و 12. طيب عوامل العدد 24، 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 12 و 24. طب عايزين نشوف بقى العوامل المشتركة ما بينهم هما الاثنين، عندي الاثنين، عندي الأربعة، عندي ال 12، عندي ال 24. طيب دول طبعا بيقبلوا الاسم على مين؟ ال 12 وال 24 بيقبلوا الاسم على 12، علشان كده أنا هقول إن العامل المشترك لل 12 وال 24 هو ال 12، هو العامل اللي موجود في العدد 12 وموجود في العدد 24، ويعتبر هو العامل المشترك الأكبر للعددين. تمام؟ يقبل الاسم على ال 12 ويقبل الاسم على ال 24. خلوا بالكوا إن الواحد بيعتبر عامل مشترك بين أي عددين. تمام؟ الأعداد الأولية لا يوجد بينها عامل مشترك سوى الواحد فقط. طيب يا ولاد احنا كده عرفنا ازاي نطلع العامل المشترك، احنا عايزين كمان نعرف ازاي كيفية ايجاد عين ميم ألف لعددين او اكثر، بس بطريقة التحليل، بحلل العدد لعوامله ازاي. بجيب الرقمين لو 8 و 12 طبعا بنحللها في بطريقة عوامل العدد، باخد الأعداد المشتركة بس بين العددين، يعني التمانية لما هشوف عواملها هلاقيها 8 على الاثنين فيها الأربعة، أربعة على الاثنين فيها الاثنين، اثنين على الاثنين فيها الواحد، هنا باخد الأعداد الأولية فقط. ال 12 هلاقيها على الاثنين فيها الستة، ستة على الاثنين فيها التلاتة، تلاتة على الاثنين، تلاتة على التلاتة فيها الواحد. يبقى التمانية هي حاصل ضرب 2 في 2 في 2 وكلها أعداد أولية. طب ال 12 حاصل ضرب 2 في 2 في 3. عايزين بقى نحدد الأعداد الأولية المشتركة ما بينهم، يبقى باخد الحاجة اللي موجودة ما بين ال 8 وال 12
بس وباخدها مرة واحدة. يعني انا عندي الاثنين موجودة في الثمانية وفي الاثناشر هاخدها مرة، موجودة كمان مرة هي اثنين واثنين هاخدها كمان مرة، لكن الاثنين موجودة في الثمانية مش موجودة في الاثناشر مش متكررة يبقى مش هاخدها، التلاتة موجودة في الاثناشر مش موجودة في الثمانية مش هاخدها. هضرب العوامل دي في بعضها اللي هي اثنين في اثنين يبقى عين ميم ألف للعددين 8 و 12، 2 في 2 هيطلع لي 4. بكده يبقى احنا جبنا عين ميم ألف. تمام، عايزين كمان يا ولاد ناخد مع بعض ميم ميم ألف. ايه هي ميم ميم ألف؟ اللي هو المضاعف المشترك الأصغر. طب ما نجيب الأول المضاعف المشترك لعددين. لو انا جبت العدد 3 قلت ايه هي العوامل بتاعته او مضاعفاته، عشان ده مضاعف العدد مش عوامله. المضاعف العدد 3 عندي الصفر 3 6 9، مضاعف العدد يعني كل مره بيزيد معايا بزود 3، فالتلاتة بقت 6 6 9 12 15 18 الى اخره. طيب مضاعف العدد 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 الى اخره، كل مره بيزيد العدد 2. طيب ايه المضاعف المشترك ما بين الثلاثه وما بين الاثنين؟ حاجه مشتركه ما بينهم في المضاعفات، عند الصفر عند السته عند ال 12 عند ال 18، هي مضاعفات مشتركه ما بين العددين الاثنين والسته والاثنين والثلاثه. سوري، العدد 6 بقى يسمى المضاعف المشترك الأصغر بخلاف الصفر طبعا للعددين 2 و 3، وبنرمز ليه بميم ميم ألف أي المضاعف المشترك الأصغر. يبقى المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و 2 هو 6. بنقول إن المضاعف المشترك الأصغر اللي هو ميم ميم ألف لمجموعة أعداد هو أصغر عدد بخلاف الصفر، يقبل القسمة على كل من هذه الأعداد. يقبل القسمة على الستة، تقبل القسمة على التلاتة، والستة تقبل القسمة على الاتنين. طب إزاي أجيب ميم ميم ألف لعددين أو أكتر؟ طبعا دي عن طريق المضاعفات، بنجيب مضاعفات العدد. إحنا كنا في عين ميم ألف العامل المشترك كنا بناخد المشترك بس، انما العكس في ميم ميم ألف في المضاعف، احنا بناخد الاول العدد الاعداد المشتركه ما بينهم في المضاعفات، وكمان اللي يعني ايه اللي كمان مش موجوده، موجوده هنا ومش موجوده هنا كمان باخدها. انا بسميها ميم ميم ألف، دي طماعه شويه. يعني في عين الميم ألف احنا لما عملنا خدنا جبنا عوامل ال 12 وال 18 واخدنا العامل المشترك ما بينهم خدنا المشترك بس. طب انا لو حبيت اخد الميم ميم ألف من نفس الاعداد هعمل ايه؟ هاخد المشترك واللي مش مشترك. يعني انا عندي التمانية، كان التمانية ما بين التمانية والاتناشر اخدنا ايه؟ اخدنا اتنين في اتنين باربعة، اخدنا العوامل الاتنين اللي كانت مشتركة ما بينهم ما بين التمانية والاتناشر، خدنا اتنين كمان، كان فاضل عندي 2 و 3، لا هاخد كمان هضرب في 2 وهضرب في 3، يعني ميم ميم ألف بتاخد كله مع بعضه. تمام؟ طب تعالوا كده نشوف مثال. عايزين إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لل 8 وال 6. هحلل الأعداد. هاخد ال 8 أقسمها على ال 2 فيها ال 4، 4 على ال 2 فيها ال 2، 2 على ال 2 فيها ال 1. الستة على الاثنين فيها التلاتة، تلاتة على التلاتة فيها الواحد. يبقى أنا عندي التمانية حاصل ضرب اتنين في اتنين في اتنين. طب والستة؟ حاصل ضرب اتنين في تلاتة. طب العوامل بقى المشتركة للأعداد دي بناخد ايه؟ بناخد المشترك الأول. يعني خدت أول حاجة الاتنين المشتركة ما بين الستة والتمانية، وفي كمان اتنين تاني مشتركة يعني موجودة في الناحيتين، وفي اتنين موجودة في التمانية لكن مش موجودة في الستة اخدتها، التلاتة موجودة في الستة مش موجودة في التمانية اخدتها. يبقى انا قلت ميم ميم ألف بيساوي
2 في 2 في 2 في 3 هتديني 24. يبقى ميم ميم ألف للعددين 8 و 6 هي 24. يبقى كده قدرنا نجيب ميم ميم ألف. شكرا ليكم وسنة ربنا.